فهاي المفارقات. في أي شيء آخر؟ في مثلا نقول إن آدم نام وفتح جنبه ظهرت العروسة. المسيح مات مش نام بقى، المسيح مات وفتح جنبه علشان تتكون الكنيسة. وبدون الصليب وبدون الجنب المطعون وخروج الدم والماء، هل كان ثمة أمل أن الكنيسة تظهر للوجود العروسة؟ والنبي زكريا طبعا بيتكلم عن الينبوع. أيوة. طبعا أيوة. يعني اللي بسبب بركة لكل البشرية. أضيف حاجة أخيرة، أن المرأة استمدت اسمها من آدم. هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لماذا سميت امرأة؟ لأنها أخذت من امرئ، وكأن آدم أضفى عليها اسما وهو امرأة لأنها من امرئ. نقدر نقول دعي التلاميذ في أنطاكيا مسيحيين. لماذا دعينا مسيحيين؟ لأننا منتسبون إلى للمسيح. المسيح.